خليني ناخد من العاصمة الأردنية عمان دكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور عصام. اهلا وسهلا، يا مرحبا. اهلا وسهلا بيك، مرحب بيك دكتور عصام. وكنا مهم ان احنا يعني نستمع الى رؤيتك حول مؤتمر اليوم في البحر الميت واللي دعت اليه مصر والاردن وطبعا انطونيو جوتيريش سكرتيرا عاما للامم المتحده، ومخرجات هذا المؤتمر يا دكتور عصام. يعني حقيقه لا شك ان المؤتمر لم يعقد جزافا، ولا يعني لم يكن أيضا انعقاده مجرد مصادفة، لكن يبدو أن التوقيتات جاءت متتالية، بمعنى أن هناك كانت ترتيبات دولية، ولكن صاحب الدعوة كان المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والأمم المتحدة. هذا يعني أن هنالك توافق دولي يعني مربوط بأن هنالك قرار لمجلس الأمن سيخرج، وبالتالي هنالك وقت لإطلاق النار. ولكن عندما كانت الدول تشعر بأن الوقت الآن ضيق جدا، ضيق على الفلسطينيين من حيث المساعدات الإنسانية، فجاء استعجال هذا المؤتمر وهذا الحشد الكبير من الدول المشاركة حتى أعطي هذا. أو يعني عند لمست أنا حقيقة عندما كنت أستمع إلى الكلمات التي تحدث بها القادة والرؤساء والممثلين للدول، يدل دلالة واضحة أن هنالك يوجد جدية لهذا العمل الذي تنتظره الجماهير أو المواطنين الفلسطينيين في غزة الذين يعيشون على حافة المجاعة الدولية. ولكن دعني أقول، وأنا كنت أستمع لك وأنت تتحدث، هل هنالك إرادة إسرائيلية لإيقاف هذه الإبادة، وحتى لو كانت بالتجويع وبالقتل بالأمراض وبالقتل لقلة الأدوية والمياه وكل هذه الأمور المستدامة لإدامة حياة البشر؟ هذا سؤال كبير، ولكن الذي يجيبنا عليه هو كان حضور وزير الخارجية الأمريكي في هذا المؤتمر، كان هو أيضا ما يؤكد أن هنالك نية دولية، أن هنالك ضغط أمريكي على إسرائيل. الآن عندما تقول أمريكا أنها ضامنة، وهي جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وتقول المقاومة بأنها تريد ورقة ضمان أيضا من إسرائيل لتنفيذ خطة وقف إطلاق النار، إذا كان هذا يمكن أن يجبر إسرائيل على المسير في مسار الدولي لإنقاذ المجتمع وإنقاذ الشرق الأوسط من قضية يمكن أن تأخذ بلهيبها كل المنطقة. وأعتقد أن إيقاف هذه الحرب في هذا التوقيت، أعتقد أنه جاء في الوقت المناسب، لأن عدم الالتزام بإيقاف الحرب هذا يعني أن الحرب لن تقف، وأن الحرب ستتمدد إلى مناطق أخرى. يبدو أن الوضع في الشمال الإسرائيلي بدأ يتأزم، وأن الجنوب اللبناني لن يسكت على خروقات وقتل حزب الله أو قيادات من حزب الله من قبل الهجوم الإسرائيلي المتكرر. إذا نحن أمام سيناريو ثاني يمكن أن يكون يعني تابع لوقف السيناريو الأول في القتال على غزة. الآن الولايات المتحدة تقول أنها لا تريد التوسيع هذه الحرب، لكن نتنياهو يريد أن يوسع هذه الحرب. هو الاختلافات بين الاثنين أن كل منهما يحاول أن ينقذ نفسه من انهيار وخسارة قادمة، ولكن أعتقد أن الزمن ينفذ لكلا الطرفين. الآن المشكلة أو الكرة الآن تقع في نصف الملعب الذي تلعبه الدول التي ترى أن الوقت حان لإيقاف الحرب،
وأعتقد أن هذا المؤتمر جاء ليقول كلمة حقيقية وكلمة صادقة. إذا يعني حاولنا أن نحلل كلمة جلالة الملك وكلمة الرئيس السيسي وكلمة أمين عام الأمم المتحدة ومساعده أيضا، أعتقد أننا نكون قد وصلنا إلى خارطة طريق حقيقية لها بنود للتنفيذ. الآن من ينفذ ومن سينفذ؟ هذه نقطة يجب أن تلتزم بها إسرائيل وتلتزم بها الدول الضامنة والدول المساعدة التي تقدم مثل هذه الخدمات. وأعتقد أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن يجب أن يكون ملزما، ولكن إذا يعني لم يتطرقوا إلى البند السادس أو إلى البند السابع، وأعتقد هذه قد تكون نقطة إخفاق، لأن إسرائيل لا تلتزم لا بقرارات مجلس أمن ولا بقرارات محكمة عدل دولية ولا بقرارات محكمة جنايات دولية. ولكن أعتقد أن الأمم المتحدة الآن بدأت تعود إلى جادة الصواب عندما قام أمين العام وعلق اسم إسرائيل على القائمة السوداء، قائمة العار، مثلها مثل الجماعات الإرهابية. أعتقد أن هذه نقطة ضغط يمكن أن تساعد على أن يعود نتنياهو إلى جادة الصواب، وأشك بذلك. ولكن انسحاب جانتس وآيزنكوت و حالي ترومر أعتقد هو وأيضا جدعون ساعر من قبلهم، أعتقد أنها ستفكك الحكومة، ليس رأفة في الفلسطينيين وما يجري بغزة بقدر ما هو حفاظا على هذا الكيان الذي يأخذه نتنياهو إلى حافة الانهيار من أجل مصالحه السياسية والتي تعلو على مصالح الدولة الإسرائيلية الوجودية. من هنا قد يكون بلينكن قد تحدث مع جانتس بهذا الشيء، تحدث مع لابيد بهذا الشيء، معارضة جالنت لإعفاء الحرديم من التجنيد أعتقد أنها عملية قد تكون تصب في صالح الانضمام إلى جانتس وإلى أيزنكوت، إضافة إلى أن هنالك أصبح انقسام في الداخل الإسرائيلي، لماذا نصف الشعب يجب أن يقاتل والنصف الآخر لا يقاتل؟ أعتقد أن هذه نقطة حساسة، وآباء وذوي الجنود الاحتياطيين والضباط سواء كانوا نظاميين أو احتياطيين في جيش إسرائيل، أعتقد أنهم طالبوا أبنائهم بإلقاء السلاح ما دام هناك نصف الشعب من الحرديم الذين يرفضون الخدمة في جيش الإسرائيلي. وأعتقد هذه أيضا ستصب في صالح إيقاف هذه الحرب، وبالتالي نحن أمام مشهد جديد، وقد يكون هذا المؤتمر هو بداية الطريق. ولكن نقول متى تقف صوت المدافع وأزيز الطائرات عن قطاع غزة، ومن الذي يأمر بوقفها إذا كانت إسرائيل ما زالت تقبل بقرار المجلس الأمن ولكنها لم تلتزم به حتى الآن؟ ولن تلتزم للأسف الشديد، على الأقل إلى أن يوقع عليها ضغط هائل. أشكرك جدا دكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية.